واش صافا توحشكم بزاف شحال هادي ما دويش معكم بحال الكفاص وعطيتكم وجهي حيت دابا هذا العواشر مبروك عواشركم مبروك عليكم عيد الاضحى الله يدخل عليكم الصحه والعافيه وتعيدوا ان شاء الله مع والديكم والهواله كيف 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 الكبير كيف الصغير وتكون هي الصحه بخير وتكونوا فرحانين بالعيد هادشي اللي كاين وانا جاي باش تقول لكم مبروك عواشركم مبروك عواشركم وتعيدوا وتعاودوا العام ان شاء الله القادم بصحه وسلامه ان شاء الله وصافا تشاور ما يقول لكم مبروك عواشركم الله المهم كنتمنى هاد الفيلم يعجبكم الخوت ما تنساوش ديروا لايك شكرا مزيان في الكومونتير وتابوناو الناس اللي مابقاوش ابوناش ابوناو فعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد فرجه ممتعه نتمنى فيلم يعجبكم مثل ما هي في الوالده نتمنى فيلم يعجبكم فرجه ممتعه الخوت بالصحه والراحه انت الروح اللي حيات الحاني انت اللي عطيتي لكلامي معاني انت اللي قوا الحولي والحولي الحولي فين فلوسو الحولي والحولي والحولي فين فلوسو جيراني كاع مشاو سوق الحولي وشراو فين ناصر؟ واش هان مزيان وي دفتر اخويا ادخل نشوف واش كاين ولا ما نعرفش انت كتدخل للدار بحال هكا ما ساكن معانا صاحبي فهمت فيك والو صاحبي ما تغدى معانا ما تعشى معانا ما بقاش فاهم فيك حاجه بالله جاي عاوتاني تفرع عليا راسي ولا شنو واش يجي يفرع لك راسك جاي يدوم معاك نحولي اصاحبي راه العيد كبير هذا ويلي كيفاش اخبار واش كنت مرقم بيا اشرف الصعب راه خصنا نشريو للوالده الحولي اصاحبي اخويا خليني بعيد على واش خليني بعيد اصاحبي راه الوالده ديالنا هذيك واش حنا لاقينا في الزباله اصاحبي اخويا واش نعرف باش الناس يضحكوا علينا دير انت شويه وانا شويه ونشري ولا داكشي اللي قسم الله خويا داكشي اللي عندي عطيته للدريه واش داكشي اللي عندك عطيتيه للدريه اخويا تكلم تمشي عليك بالدريه عندك غتدي ليها الفلوس امك ما تعطيهاش دي ليها شنو هو صاحبي حشومه هادشي اصاحبي باش ندخلو على الوالده مشيش اصاحبي دابا خويا تكلف انت حتى العام الجاي ونشوفو كيفاش نديرو طيبتيني والله تطيب العام اللي جانا اللي كنتكلف فين عمرك درتي شي وزه هذا موقف معانا صافي راك عارف قضيه صافي خدينا الموطور شحال من حاجه دابا شنو جيت تفرع عليا راسي قلت لك فلوس اللي كانوا عندي عطيتهم للدريه راه حيت دارهم باغيني حتى هما يعيدوا باغيين يشريو وصافي مابقاش داوي معايا بزاف سير طلع للدار سير الله يهديك الله يهديك هادشي اللي عندك سير 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 راسك فرع الراس أماندا شرحت الخطر سيدي والده؟ اه فينك؟ انا في البيت كنتفرج واش بكم في الشركة؟ انا والله والده صباحك بخير لاباس عليك شنو هذا التلفاز؟ وكنتفرج في الفيلم مزيانه يلاه شميت حكاية الحولي ويا راك في السوق مشينا قلبنا في شي حوانت وبدينا كنقلبوا واش شريتي شي حاجه وباقي ما خديت والو هاد الساعه هادي ولكن حنا نجبروا اشرف ان شاء الله وناخذوا شي واحد مزيان ايوا شتي اللي جا الله السهله جيب الله هادشي اللي كاين يا ونو تغدى راه خليت لك الغدا في الكوزينه هادشي اللي غدايا صافي واخا نتغدى عصبني داك ولدك والله المهم انا نتغدى انا نتغدى ونجي نعاود لك الله الله يعطيك الصحة الوالد هادشي راه زوين دابا نمشي نعاودو لها البلا اللي غيدير ولدها الله الله يخلف الوالد الطاجين زوين الله يعطيك الصحة ودابا نعاود لك على ولدك قلت ليه زيد اخويا نتشاركو نجيبو شي حولي على قد الحال فرحو الوالدة قال لي الحولي بغا يعطيهم شي درية ديهم لدارهم ومقابل لي الدريات عصبني والله والله يهدي يا ويدي الله يهدي انا اللي خاصو يعطيني انا اللي مريضه باش نشريو الحاولي انا راه عيانه ومريضه هو اللي خاصو يعطيني باش شارك انت وخوك ونشريو الحاولي راه هادشي اللي قلت لي الويدة والله ما كاين مراكب والله والله يهدي يا وليدي ما دوك راه ما عندهم ما يدير بهم وي بحال غادي ينفعوا ولا رضات الوالدين راه هو كلشي ايوا
هذا هو اللي فرح والدي راه كان والله شافني انا عيانه وعندنا باش نشريو الحولي وخاصو يفي فرح امو الله يهديك. اش نقول لك راه صبني. المهم وايد انا نمشي نبدل نمشي نشوف واحد الدري صاحبي ونرجع صافي. ياك ما خاصك والو؟ لا لا الساعه ما خاصني والو وليدي. يلاه الله يهديك. يلاه امين. الو وي حبيبه صافا بخير؟ كيفاش كيفاش خاصك فلوس؟ وانا البارح عطيتك 50000 باش تشريو الحولي واتشو شحال بغيت تشريو؟ 60. حنا وما شريناش. صافي انا غنشوف واحد البركه وصافي صافي صافي البركه اللي بقات عندي انا غادي نحاول نصيفطها لك. وصافي صافي الله يعاونك دابا سيري حيدي يلاه مصايبك يا حبيبي. كنبغي اش غادي ندير؟ مزيان مرتاح الله يحفظك. شنو ما ديرش معايا شي حل صاحبي؟ بقات يومين العيد صاحبي خاصنا نمشي ناخذ الحولي للوالده صاحبي. واشرف دير معايا باك تقليني مع خيتي هادي تدوي معايا انا صاحبي اشرف نتخاصم انا وياك صاحبي. تمالك صاحبي داير لي على مالك؟ مالك صاحبي؟ تمالك صاحبي كل شويه يجي عندي حولي حولي حولي. تمالك صاحبي؟ تصافي صاحبي شير سري الحولي ودخلو الدار عطيه لامك ولا شوفها صاحبي. صافي صاحبي نساني شويه انا. واش هذاك تجي صاحبي؟ صاحبي انت راه من هذيك الصاحبي راه ما عندكش شي واحد اخر من غيرنا صاحبي. تم صافي اخويا واش نسيت داك العام؟ واش اخويا عندك مع المشاكل؟ واش عزيز عليك المشاكل صاحبي؟ كل شويه كتجي تغوت عليا حولي فلوس حولي فلوس ما عنديش صاحبي. صافي نساني عليا. انت صغر مني درتي اللحيه عليا وبقى ما كتمركش صاحبي. اللحيه انت غادي كدي الفلوس لواحد ما كتجيك توزها ديرها وما كتصرفش بدا على فمك. كنقول لك مرتك ضاربه لها الكاغيت تمرك صاحبي كنت مرك صاحبي يضحك عليك بنادم واش بغيتي تجري يضحكوا علينا صاحبي. دابا صافي المهم انساني اشوف غنجيك من الاخر انا. حتى الناس كيطالوا صاحبي حتى اللي بغى يطول لي طول. تماك مريض ولا مالك؟ تشوف غنجيك من الاخر انساني على الله انساني انساني وانساني. دابا انت تولي مسخوط دابا خليني اخويا مسخوط. خويا سير الله يرحمك خويا طلع الدار شوف اش دير. سير اصاحبي انت مقابلني انا. سير اصاحبي سير. هذا رزق الواليد دابا تشوف شنو الحال. الو وي وي حبيبي صافا بخير؟ المهم راه وجدت لك الامانه اللي قلتي لي. صافي امتى تجي لها ولا ندوز عندك انا؟ صافي وجدت لك شي با بلاتي شي بركه لا حول ولا قوه. طاحوا لي فلوس وطاحوا لي فلوس. كيفاش تفارقنا؟ كيفاش كتمرقن؟ واش هادشي فيه تمرقين؟ كيفاش نتفارقوا؟ صافي 50000 داكشي اللي دوزنا كلشي مشى. كيفاش باي باي؟ يا الله الفلوس طاحوا السخط. شنو جا غنمشي عند الدار؟ شنو جا غنوقف بيه قدام الوالدة؟ شنو جا غيشوفني بيه خويا؟ حنانة كيف بخير كلشي مزيان؟ لاباس طيب.
كيدوزينا الحمد لله. شتي الكشوه اللي درتو البارح وليدي انت وخوك كاع الجيران كيتفرجوا فينا اللي غادي اللي جاي كيشوف فينا يقول لك هادو ما عثمانهم خوت مضاربين. اي العقل ما كانش خدامين. ايوا الله يهديكم وليدي الله يهديكم. غير يصاوب الله عليكم. نطلب السماحه من كريم. سمعيتي انت. الله يهديكم وليدي. الله يحفظك امي ان شاء الله يحفظك. شوف شكون كاين. ها هو نيش هو انا طويل. واش يا كريم؟ فين اشرف؟ هانيه. بخير. مالك كيك لاباس؟ هبط هبط تا الوالده راه جبت الحولي. شريتي الحولي؟ شريت واه. نوضي نوضي. ويدا كي جاب الحولي ويدا ألف درهم ورا خبارك تمشات معايا دابا في الحولي هذا. كيفاش مشات معاك ورا الألف درهم؟ راه لقيتها انا الصباح هنا ملي كنت خرجت الصباح طلعت معاك اش طايح حدا الباب ديال العمار ورا هي باش كملت دابا الحولي شتي وانت وليت دابا مفرح الوالده ديالي. يلاه رد عليكم بجوج الله يخليها الله يجيب لها التين. كون صاحبي بحال هكا صافي كون درتيها من الاول عطيتها وليا بخاطر شي يطيحوا لك على باش الله يرد عليكم الله يخليك لينا المهم الرساله اللي بغينا نوصلوا من هذا الفيلم هو انك لو بغيتي تفرح الناس فرح داركم هي الاولى بعدا حيت الا ما فرحتيش العائله ديالك بحال هاد المناسبات بحال ما عشتي والو في الدنيا. الدنيا فايته. نفرح امهاتنا ونفرح الامهات ديال المسلمين من بعد. الله يسهل على اي واحد كينوض وكيتقاتل وكيمشي وكيشري لدارهم العيد بعرض كتافه. وعيد مبارك سعيد.